اغسلي شعرك بيها ليلة العيد، هتلاقي فرد ونعومة وإطالة رهيبة جدا جدا. مش هتحتاجي لا تفردي شعرك بالمكوى ولا بالاستشوار ولا تحطي كريم فرد ولا الكلام ده كله. مش بس كده، هي بتطول الشعر، تنفع للكبار وتنفع للأطفال، وكمان تنفع للرجال. بتطول الشعر، بتفرد الشعر جدا، بتنعمه. وتحدي من أول استخدام هتلاقي نعومة وفرد، حتى لو كان شعرك أفريقي بتفرده، بتفرد الشعر مهما كان خشن، وبتعالج تقصف الشعر. رهيبة يا بنات، بتطول وبتنعم بشكل فعال جدا من أول استخدام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده حبايبي انا جايبه لكم وصفه حلوه قوي علشان العيد، علشان البنوتات حبايب قلبي واخواتي طلبوا مني حاجه لفرد الشعر بشكل سريع، وكمان حاجه ما تضرش الشعر، حاجه كمان يا مايا تساعد كمان على علاج التقصف وحرقان الشعر، وكمان تنعم الشعر، وكمان تسحب الشعر كده وتطوله. احنا مش عايزين لا نضر شعرنا بالمكوى ولا بالاستشوار، احنا عايزين حاجه تنعم شعرنا وتفرده من غير ما نستخدم حاجات تضرها. الوصفه اللي معايا النهارده هتغذي شعرك جدا، هتعالج لك التقصف، هتفرد الشعره وهتنعمها من اول استخدام. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه حبيبه قلبي محتاجاها منك في الوصفه دي هو اي نوع يكون حمام كريم عندك، او اي نوع بلسم. انا هستخدم النهارده بلسم، اللي مستخدمين النهارده ده بلسم للشعر. انت بتحبيش البلسم هتحطي حمام كريم، مش شامبو خالص، احنا عايزين يا اما بلسم يا اما حمام كريم، تمام؟ هناخد معلقتين كبار من اي نوع من حمام الكريم او اي نوع من البلسم، يكونوا معلقتين كبار، تمام؟ بالشكل ده. وهبدا ان انا انزل عليهم بالمكون الاول الجبار ده، وهو المايونيز. المايونيز يا بنات من الحاجات الفعالة جدا جدا، وغني كمان بالبروتينات والزيوت، بينعم وبيفرد الشعر جدا، ورهيب وبيغذي الشعر وبينعمه قوي. هبدأ ان انا اخد من المايونيز بتاعي بالشكل كده معلقتين برضو كبار، بنفس حجم البلسم او بنفس حجم الشامبو بتاعي، تمام؟ يعني معلقتين شامبو على معلقتين مايونيز. في مكون بقى جبار تاني طبعا، مكون جميل، انا اسفه على الكلمه برضو عشان في ناس بتتضايق من الكلمه دي، بس انا ما مش قصدي اي حاجه فيها. هبدا ان انا اقلب الحمام الكريم او البلسم بتاعي بالمايونيز لحد ما احس ان هما تجانسوا مع بعض خالص. اتحداكي لو الوصفه دي ما فردتش شعرك من اول استخدام، لاني انا جربتها البنوتي فظيعه. قلبناه مع بعض بالشكل ده. هبدا اجيب معايا هنا حليب نيدو المجفف او اللبن البودره. لبن البودره يا بنات انا كنت عامله فيديو عليه لفرد الشعر، عايزه اقول لكم ان يعني كل البنات جربوها بجد جابت معاهم نتيجه هايله جدا، ده بخلاف ان انا كمان مجرباها لشعر بنتي. هبدا اجيب اللبن الحليب المجفف، مش لازم نيدو يا بنات، اي نوع حليب مجفف بس يكون كامل الدسم، علشان الدسم الكتير اللي فيه ده هو اللي بيساعد على نعومه الشعر. وهبدا ان انا اخد منه، هقول لك المقدار برضو اللي انا حطيته عشان انا بحط بالنظر كده. حطيت بالظبط يا حبيبه قلبي معلقه ونص كبيره من الحليب المجفف، وهبدا ان انا اقلبهم مع بعض بالشكل ده. في بنات هيقولوا لي يا مايا الحليب او اللبن البودره ممكن يعمل لي ريحه مش حلوه في شعري، هنحط مكون هيخلي تعطير. طبعا احنا عايزين فرد وعايزين في نفس الوقت نعطر شعرنا، وطبعا كده كده حمام الكريم او البلسم بيكون ريحته حلوه يعني، بس برضو انا هحط لك مكون هيعطر ريحه شعرك لو انت حابه كمان تعملي تعطير لشعرك. وهو هنحط ماء ورد على الوصفه دي علشان تبدا ان هي تعمل تعطر ريحه الشعر، وكمان بتساعد كمان على التنعيم. يعني ماء الورد حلو جدا جدا للشعر والبشره، وكمان هيديكي ريحه حلوه قوي قوي لشعرك، هتدوم معاكي فتره طويله عشان يبقى فرد وتطويل ونعومه حلوه قوي.
قلبناهم مع بعض بالشكل ده لحد ما حسينا ان القوام متجهز وعلى البودره، قلبناهم مع بعض وقلبهم كويس قوي قوي لحد ما نحس ان هم تجانسوا مع بعض كويس قوي. عايزه اقول لكم وطبعا انا هقول لك على مكون حلو قوي قوي هتحطيه. طبعا بالنسبه بقى للناس اللي عايزه علاج ليه الهيشان والناس اللي عندها تقصف او شعرها محروق او عايزه تطويل وتغذيه للشعر مع الفرد، حابه اقول لك هاتي اقراص فيتامين ه، اقراص فيتامين ه، فيتامين ه بتركيز 1000. انا عايزه منك قرص واحد بس من اقراص فيتامين ه تركيز 1000. لو طبعا تركيز 400 يبقى هتحطي قرصين وهتبداي تكسريهم معاكي على الكرياتين الطبيعي ده او الفرد الطبيعي ده، وهتبدأ ان انت ده هيديكي حبيبة قلبي تغذية جامدة جدا لشعرك، هيعالج لك كمان يعني يا بنات ده مش هيديكي بس نعومة او هيديكي فرد، لا ده كمان هيعالج لك المشاكل وهيعالج الشعر المحروق. هتبدأي تستخدميه ازاي؟ بصي حبيبة قلبي، اول حاجة المكون ده هتعمليه مرة واحدة بس في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، تمام؟ هتبدأي على شعر نظيف، طبعا احنا غسلين شعرنا بالشامبو خلاص وشعرنا نظيف جدا، احنا عايزينه على شعر نظيف ما يكونش فيه لا شوائب ولا اوساخ ولا زيوت ولا اي حاجة، لازم يكون شعرة الراس تكون نظيفة جدا. طبعا مش لازم بعد الشامبو على طول، انا اهم حاجة عندي يكون شعرك نظيف. هتبدأي تاخدي بالمشط بتاعك وهتبدأي تاخدي من الكريم ده، وهتبدأي ان انت تاخدي الشعرايه بشعرتها، الشعرايه بشعرتها، ما تحطيش يعني كل الشعر كله، هتبداي ان انت تسرحيه من فوق لتحت، وهتبداي ان انت تخلي كل المكونات دي تتحط في شعرك كله من الجذور للاطراف. بعد كده هتبداي ان انت تلفي شعرك ببونيه وهتسيبيه لمده ساعه كامله، وانت لفه شعرك بالبونيه بتاع الشعر، وهتبدأي تسيبيه لمدة ساعة كاملة. وبعد ما هتسيبيه ساعة كاملة هتبدأي ان انت تعملي ايه؟ هتبدأي تجيبي فوطة سخنة وتبدأي ان انت تحطيها في مية سخنة، ده عشان تديكي نتائج فعالة قوي في الفرد. بعد ما هتحطيها في مية سخنة وانت لابسة البونيه، يعني انت حطيتي المكونات وبعدين لبستي البونيه، بعد كده هتبدأي ان انت تسيبيه ساعة، بعد الساعة خليكي لابسة البونيه زي ما انت ما تقلعيهوش. هتبدأي تجيبي فوطة سخنة وهتبدأي تحطيها في مية، وهتبدأي تحطي على البونيه علشان شعرك ما يتضرش، هتبدأي تحطي على البونيه الفوطة السخنة وتلفي شعرك وتسيبيها لمدة 5 دقايق لحد ما تبرد خالص على شعرك، علشان السخونة ديت او البخار ده يبدأ ان هو يخلي برضو المكونات دي تجيب معاكي نتيجة هايلة قوي. بعد كده ممكن تكرري الموضوع دوت، موضوع الفوطة ده، مرة او مرتين، 5 دقايق في 5 دقايق. بعد كده تبدأي تغسلي شعرك عادي بالمية خالص جدا. بعد ما هتغسليه ابدأي نشفيه وابدأي سرحيه. بصي انا عايزاكي بعد ما تعملي الوصفة دي بنفس الطريقة، بأمانة عليكي بأمانة عليكي، تدعيلي من قلبك ان شاء الله ولو جابت معاكي نتيجة، لانها ان شاء الله بإذن الله رهيبة جدا يا بنات، وعن تجربة مش جايبالكم حاجة وخلاص، جربوها ومش هتندموا ان شاء الله، هتجيب معاكم نتائج هايلة. اشوفكم على خير حبايب قلبي، والسلام عليكم.